نحن نحتفل بألعاب نارية ونحن عم نحتفل بخيم إشكارة هبطت على العالم بالليل. ليك طلع الخيمة شلونة؟ عبارة عن خرق وخيطان إجا عليها التلج قام ضغطها صارت تنهد. الوضع طلع شلون؟ العالم كله مرضاني. طلع هون طلع هون. أخي كريم من الحق هذه من المخيم، خيم اسمك شايف كله خيم ولا بطقيت لا بد ولا شوب ولا أي شيء. أطفال كلها مرضى، أطفال الكل نسوان، الوضع مأساوي بد كتير. الخيم ولا بتعمل أي شيء، ولا بتدفي ولا الثلج غطى الخيم وما عم لحق تنزيل الثلج. العالم كله العالم كله فرحاني بسنة جديدة تاع الثلج. نحن عنا وضع مأساوي للأسف. يعني ديرانات بلع روح تفرج على الخيمة يا الصوب اللي مشغلينه مبور غدك تروح تفرج روح ها تفصل شتي الحمد لله لا رانات لك لا قبابيع ولا عنا شيء عنا رحمة الله أحسن شيء. السلام عليكم.